المشروع سهل على الاخر. هو اليوم الفكره كون نوصلوا التكنولوجيا للصغيرات اللي هما في مناطق بعيده شويه ونجم نقولوا محرومه شويه. يتمثل في أكيت نوميريك اللي فيه 50 تابلت نوميريك، ان سيرفور راسبيري فيه الكونتوني اوفيسيال نتاع وزاره التربيه، وعده مواد اخرى كما ويكيبيديا، كما لو بروجي جيتنبرغ اللي هو اليوم بيبليوتيك اون ليني فيها اكثر من 45 الف كتاب. باش نعاونوا شويه التلميذ ونحفزوه اكثر على قرايه، نحفزوه اكثر على يكون ناشط اكثر في القسم، نسبه التركيز نتاعو تكون اكثر. في 30 مدرسه اللي عملناهم من بعد هي عملنا سبيان ان سونداج، لقينا اللي نسبه التركيز نتاع التلميذ كثرت، نسبه النجاح كيف كيف، وخلطنا زاد المعدل الانقطاع المدرسي نقص في مناطق داخليه، وصلنا كيما منطقه القاصيلي من 50% وصلنا نحكيوا على 2.3% معناها غيابات وانقطاع مدرسي. وان شاء الله موصلين فيه المشروع هذايا. وكما قلنا الفكره وراه اللي اليوم نمكنوا التلميذ من ولوج المعلومه وعالم الانترنت والتكنولوجيا تكون معناها قدامه في دي يستعملها وقت اللي يحب وكما يحب. بالنسبه للتظاهره هذه فرحانين الصغار الكل، اول مره يجيهم لي تابلت، تصور زاد حتى في ديارهم اول مره ما عندهمش لي تابلت في الديار، دونك هي مدرسه ريفيه. بالنسبه لهم هما فرحه باش تكون كانوا حلم معناتها تحقق لهم. نشكر كل من ساهم وكل من عاون باش تنجح التظاهره هذه. بالنسبه لهم هما باش تعاونهم برشا التابلت هذه، باش يقراو بها، باش يخدموا بها ليزيكزيرسيس مع التمارين، باش تعاونهم برشا برشا في القرايه، باش يوليو حتى يحبوا القرايه، مش كيما المدارس كانت قبل بكري يقولوا ريف ما يحبوش يقراو ما يحبوش يجيو، دونك فما نفس باهي في المدرسه وحاجه باهيه في المدرسه. نتصور انهم باش يقراو بالكدا وباش يواصلوا ان شاء الله حتى يمشيوا لليسي كيما الصغار الاخرين، يحسوا رواحهم معناتها ماهمش بعاد على الاخرين، يعرفوا برشا حاجات. بالنسبه للاعلاميه خاطر ولات معناتها لازمها تكون اعلاميه موجوده عند الناس الكل. بالنسبه لليوم احنا متواجدين بالمدرسه الابتدائيه هنشير عمرون. المدرسه الابتدائيه هذه باش يقع معنا تزويدها بمعدات ولوحات رقميه. اللوحات الرقميه هي 50 لوحه رقميه تتضمن معنا محتويات ومضامين تربويه وبيداغوجيه. المدرسه هذه وقع معنا تزويدها في اطار المرحله الثالثه من برنامج التربيه الرقميه. البرنامج هذا اللي وقع اطلاقه خلال السنه الدراسيه 2014-2015 بعد معناها بعد ابرام اتفاقيه شراكه وتعاون بين شركه اورانج تونس ووزاره التربيه ومؤسسه اورانج للاعمال الخيريه فونداسيون اورانج، اللي الهدف نتاعو هو معناها تحسين نتائج دراسيه بالنسبه للتلامذه وتقليص الفجوه الرقميه بين المناطق وخاصه المناطق الاقل حظ، وكذلك تعويض حتى التلامذه في المدارس الابتدائيه على استعمالات التكنولوجيات الحديثه. بالنسبه كما ذكرت اللي احنا توا في المرحله الثالثه، المراحل السابقه وقع تزويد معناها 30 مدرسه في مختلف انحاء الجمهوريه، معناها من الشمال للوسط للجنوب. والله هي اول حاجه يعني لمحه بصيص من الامل ودفع كما نقولوا ايجابي لاطفالنا في الريف، مش انهم ينجموا يعني كما نقولوا يواكبوا التطورات الحديثه من الاعلاميه للتابلات لجميع التطورات. وتبارك الله هي كمدرسه مشكوره السيده مديره المدرسه على كما نقولوا المجهود المبذول اللي قاعده كما قاعد تشوفيه في المدرسه في التدخلات الناجعه لنا للمدرسه. واحنا بفضل ربي كمعتمد جهه باش نقدموا لها الاضافه تدخلاتنا ان شاء الله عن طريق البسنه، فما عن طريق البسنه، فما ديبوان عن طريق سي توفيق عطيه المندوبه الجهويه، قاعدين نقوموا بعد التنسيقات باش نعملوا برشا تدخلات في حاجه لهم ان شاء الله.